السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم شركة ورجعنا لكم فيديو جديد، وهذا الفيديو يا شباب راح يكون عن كيف تقفل عالم السنجل بلاير تبعك بدون برامج، بدون مود، بدون تكستر، بدون أي شيء. خلص يعني اللعبة مثل ما هي، بس بتضيف كوماند بلوك واحد أو كوماندين. كوماندين يا شباب تضيفون للعبة وخلص راح يتقفل العالم تبعك. فقبل ما نبلش بالفيديو بتمنى منك صديقي هلا توقف الفيديو وتنزل تحت وتدوس زر اللايك لحتى نوصل أكبر عدد لايكات ممكن، أو بالأحرى يا شباب لحتى نوصل 1000 لايك، لأنه صرنا فترة يا شباب عم ننزل فيديوهات ولا واحد يا شباب عم يوصل 1000 لايك. يعني نحن ضلينا فترة عم نوصل 1000 لايك ما عدا الفيديو هذا. فكل اللي عليك صديقي هلا وقف الفيديو ونزل تحت ودوس زر اللايك. فأوكي مثل ما انكم شايفين أنا هلا فتحت عالم هيك جديد، تمام؟ فجبت أول شيء الكوماند بلوك اللي ما بعرف كيف يجيبه، مجرد إنه يكتب سلاش جيف آت بي ويكتب كوماند بلوك، تمام؟ فهيك رح تجي الكوماند بلوك. فهلا يا صديقي شو رح تسوي؟ بتبعد طبعا، اذا كنت مثلا عم تبني هون بتروح بتبعد هيك شيء 1000 بلوك يعني مشان ما يبين الكوماند، او مثلا بتحفر 1000 بلوك، شو 1000 بلوك، او انه بتحفر يعني عدد منيح لتحت. فاوكي مثل ما انكم شايفين هلا يا شباب رح احط الكوماند، تمام؟ بنحط كوماندين، طبعا انتبهوا يا شباب دائما انه السهم يكون بنفس الجهه، تمام؟ هلا هون يا شباب الكوماند الثاني بنحط chain conditional always active. الخيارات هي مثل ما انكم شايفينها، البلوك تايب تشين والكونديشنال، ومنفعل كمان انه اولويز اكتف. هلا بالكوماند الاولاني بنحط ريبيت ونحط الريدستون اولويز اكتف. طيب مثل ما انكم شايفين هذا هو الكوماند كلياته. فهلا يا شباب اللي راح نعمله بنكتب تيست فور، ولا يا شباب بنكتب ات اي ونفتح هذا القوس، صراحه ما بعرف شو اسمه، يمكن قوس ماينكرافتي خلينا نسميه. فبنكتب هلا يا شباب نيم يساوي، بنحط إشارة تعجب. وهلا يا صديقي كل اللي عليك إنك تكتب كلمة السر اللي بدك إياها، مثلاً كلمة السر اللي بدي إياها مثلاً King SY مثلاً، تمام؟ فرح سكر هلا القوس، طبعاً انتبهوا يا شباب ما تفتحوا غير قوس، هذا القوس حصراً يا شباب، أوكي؟ فمثل ما أنكم شايفين حطينا الأمر، طبعاً احتمال بعد ما تحط الأمر يطلع لك كتابات كتيرة بالشات، فكل اللي عليك إنك تكتب هذا الأمر اللي هو سلاش جيم رول، ونكتب كوماند بلوك أوت بوت، نكتب آخر شيء فولس. تمام؟ فبهالطريقة أنت بتكون وقفت الكتابة اللي عم تطلع لك بالشات. هلا بالكوماند الثاني يا صديقي كل اللي عليك إنك تكتب في إكس كيوت، بتوقع ما بعرف إكس كيوت ما بعرف شو مثل لوبيز، فبنكتب آت إي وبنكتب مدة، أوكي؟ وبنكتب يا شباب إيفكت، وبنكتب كمان آت إي، وبنكتب يا شباب الـ سلونس، تمام؟ بنكتب هلا يا شباب 2، نرجع نكتب 255، تمام؟ فشوفوا يا شباب انا هلا ماني مدخل كلمه السر للعالم، فشوفوا شو راح يصير. اوكي مثل ما انكم شايفين يا شباب قفل العالم وما عاد اقدر اتحرك، ما عاد اقدر اعمل شيء يا شباب. مثل ما انكم شايفين شوفوا ما عم بقدر اعمل شيء. فمثل ما انكم شايفين يا شباب هذا هو الامر. فهلا بتقولوا لي ايش يعني هلا كيف بدنا نفوت للعالم، كيف مثلا بدنا ندخل كلمه السر، وين بدنا ندخلها؟ فكل علي صديقي انك هلا تطلع من اللعبه او بتطلع من العالم عفوا. فخلينا نستنى تحمل. بتروح يا صديقي على البروفايل، واذا كنت مسجل بالاكس بوكس سجل خروجك من الاكس بوكس لحتى يعني تعطيك اللعبه حريه انك تحط الاسم اللي بدك اياه. فمثل ما انتم شايفين انا هلا طلعت من الاكس بوكس، وهلا بتحط مثلا كلمه السر. طبعا كلمه السر يا صديقي راح تحطها بالنيم، تمام؟ فمثلا انا كلمه السر حطيناها اللي هي كينج اس واي، تمام؟ فهلا يا شباب شوفوا راح افوت بهذا الاسم، تمام؟ او بهاي كلمه السر. فهلا راح افوت للعالم، فشوفوا هلا يا شباب شو راح يصير. اول ما افوت للعالم راح يعني تنشال التعويذه من عندي وخلص، بصير بحفر عادي ولا كانه في شيء، تمام؟ فنستنى هلا ليحمل العالم. فمثل ما انتم شايفين اوكي يا شباب، فقرب يحمل العالم، ومثل ما انتم شايفين شوفوا هي عم بقدر اتحرك وما في شيء، وهيك طبيعي يعني العالم طبيعي. فراح ارجع هلا يا شباب اطلع وافوت باسم غير، تمام؟ اوكي يا شباب مثل ما انتم شايفين سميت حالي هلا كينج سيريا، تمام؟ شوفوا هلا يا شباب راح فوت للعالم، ما راح يخليني اتحرك لانه انا ماني مدخل كلمه السر صح، تمام؟ فشوفوا هلا راح نستنى يحمل العالم. اوكي مثل ما انكم شايفين يا شباب اتقفل معي وما عاد اقدر افوت شيء. فبس يا شباب هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، طبعا هيك الشاشه كبرانه من التعويذه. فالمهم يا شباب هيك بنكون وصلنا معكم لنهايه الفيديو، لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك بالقناه لحتى يوصلكم كل جديد، وكمان يا شباب لا تنسوا توصلونا 1000 لايك لحتى نكمل بحماس سلسله الشروحات. وبس السلام عليكم.